فضاء المقهى العام، مساحة يتحرك فيها أناس ذابوا وجدا في المكان، جله مستعذب الجلوس على شرفات مقاهي عمان، يرقبون سيل الناس يتدفق من جبال المدينة إلى وسط البلد، حيث ظلت المقاهي إلى ما قبل عقدين من الزمن منتديات اجتماعية ثقافية وأحيانا سياسية. الشرفة الخارجية الجميلة المعرشة التي كانت عنوان رائع واجتماعي يعني مشهور جدا في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات. هناك من اشترى هذه الشرفة، شرفة فقط مش المقهى، ووضع مكعبات إسمنتية، أظن بده يبني شيء يعني لغاية الآن المكعبات الإسمنتية موجودة والشرفة فارغة. المقهى في عمان كما في كل مدن الشرق ليس نسيجا وحده، احتضنته المدينة كما ظل هو يحتضن الرواد في أركانه. علاقة المقهى بعمان الحديثة تعود إلى عشرينات القرن الماضي. صحيح أن المدينة كانت قد عادت من غيبوبتها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، غير أن سكانها الجدد من الشراكسة حينذاك لم يكونوا قد عرفوا المقاهي الشرقية وعوالمها الساحرة. أنشئ هذا المقهى في سنة 1921 أو 22، يعني مع بدء تأسيس إمارة شرق الأردن. هذه المقاهي منتشرة في العواصم العربية، هي أحد المعالم لنقل البارزة أو المعروفة في العواصم العربية، وكان لها دور ثقافي وسياسي. المقاهي جزء من ذاكرة البلد، إحنا نوعا ما استثمرنا مقاهي وسط البلد بحيث نكون جزء فاعل زي باقي الدول العربية. يعني المقاهي في الدول العربية في القاهرة ودمشق كانت مصدر إلهام إبداعي أكثر. عدد مقاهي عمان حتى منتصف ثلاثينات القرن الماضي لم يتجاوز 30، أشهرها حمدان وماتلدا والمرحوم والمنشية، لكل واحد منها حكاية خاصة عرف بها. مقهى المنشية التي تقع بجانب سينما البتراء، وسينما البتراء بالذات كانت بآخر هذه الدخلة في آخرها، إنما مقهى المنشية التحتة، مقهى المنشية التحتة فقد كانت تقع بجانب سينما البتراء برضو في آخر هذه الدخلة، ولكن بالجهة هذه هناك طرفة ما يعني ظل أهل عمان يرددونها في الثلاثينات وربما في الأربعينات عن اسم هذا المقهى الذي حرف بسبب ظروف معينة. فصاحب المقهى اسمه العبد أسعد محروم، عندما أراد أن يذهب إلى البلدية ويسجل رخصة المقهى كان هناك يعني موظف يبدو أنه من إخواننا الشركس، فكتب عبد أسعد مرحوم، طلع اسم المقهى أو اسم الرجل مقهى المرحوم. كان يوجد في الصيد الثاني هنا مقهى ماتيلدا، وكان مقهى يعني غريب شوي، أنه الذي افتتح هذه المقهى امرأة أجنبية جاءت من لبنان. لا يكاد يخلو كتاب تاريخ يؤرخ لسنوات ما بعد تأسيس الدولة الأردنية من ذكر للمؤتمر الوطني الأول وعلاقته بمقهى حمدان. مقهى حمدان يعني كان له تاريخ، نسمع من الناس أنه مقهى حمدان شهد حدث مهم جداً في 25 تموز 1928 انعقاد المؤتمر الوطني الأول. ظل المقهى بسبب غياب البدائل المتاحة المكان المفضل لالتقاء الأدباء والشعراء والسياسيين والتجار والموظفين العموميين، فلم يكن غريباً أن يدور حوار بين اثنين في مكان ما يتفقان على استكمال حلقاته في المقهى. أذكر شخصياً في يعني منتصف سبعينات القرن الماضي أننا كنا نجلس نحن بعض الأدباء والكتاب والصحفيين
في هذا المقهى، وأذكر منهم يعني من الأصدقاء القدامى والزملاء القدامى الصحفي والكاتب السياسي ميشيل النمري الله يرحمه، والياس فركوح وقاسم توفيق. كان للمقاهي دور كبير يجتمع فيها المثقفون ويتناقشون في شتى الأمور هذه السياسية والثقافية والفكرية. أيضا المقاهي بعتبرها يعني هي مكان ديمقراطي يضم جميع أصناف البشر، يعني من العامل إلى المثقف إلى الأفندي إلى المتقاعد. هاي المقاهي تركت أثر إيجابي عنا، كان لها بعدين، بعد اجتماعي وبعد ثقافي. على الصعيد الاجتماعي كانت هي عبارة عن ملتقى أصدقاء بتداولوا مشاكلهم همومهم. على الصعيد الثقافي هاي مقاهي وسط البلد كانت مصدر إلهام إبداع، لأنه كان ملتقى للمثقفين كتاب فنانين، كان في حوار، كان في تبادل آراء. ولدت أول نقابة في الأردن داخل هذا المقهى، كان مطرب الرجولة فهد بلان يتردد على هذا المقهى، وكبار الفنانين والمطربين والمثقفين والكتاب وأعمدة وشيوخ العشائر والسياسيين كلهم كانوا يترددوا على هذا المقهى. أسماء مقاهي عمان الجديدة في الخمسينات والستينات تعكس بوضوح ثقافة العروبة التي هيمنت على وجدان الناس في تلك الحقبة، فهذا مقهى الجامعة العربية وذاك مقهى كوكب الشرق وثالث مقهى بلاط الرشيد. نقف الآن في ساحة المسجد الحسيني الكبير، أشهر المساجد في وسط عمان ومركزها، حيث كان يقع قديما. من أمامنا من أشهر المقاهي القديمة مقهى الجامعة العربية في هذا المبنى، مقهى كوكب الشرق بهذه البلكونة الصغيرة والشبابيك المفتوحة. مقهى الجامعة العربية نفسه لم يعد قائما، هو مقهى يطل على ساحة الجامع الحسيني والجامع الحسيني الكبير. كان مقهى جميل مترامي الأطراف، يعني وفي تنوع في، يعني مش صالة واحدة، صالة في بعض الأجنحة، يعني كان جميل جدا. نشاهد مثلا عاكف الفايز في مقهى السنترال يلتقي مع فواز أبو الغنم مع ذويب، كما كنا نلتقي في كثير من ضباط الجيش الكبار. كنا نشاهد مثلا عبد الرحمن العدوان، نشاهد مثلا عبد الهادي المجالي، يأتوا ليلتقوا بشيوخ العشائر. مقاه أخرى ذاع صيتها بسبب شرفاتها المطلة، ليس ابتداء من شرفة مقهى السنترال الواسعة مرورا بشرفة مقهى العاصمة ملتقى الأدباء، وليس انتهاء بشرفة مقهى الأوبرج حيث كان يفضل المطرب المشهور فريد الأطرش الجلوس. مقهى العاصمة، هذا المقهى كنت فترة من الفترات كنت أجلس فيه أنا وصديقاي محمد خروب الصحفي في جريدة الرأي، والشاعر المرحوم محمد القيسي. مؤنس الرزاز كان يتردد بين حين وآخر على المقهى، لكن ليس كثيرا يعني. هو كان خيري منصور فترة من الفترات أيضا. حاولنا نعمل عدة نشاطات في مقاهي القديمة وبالتحديد في مقهى الأوبرج، يعني هو الآن من أقدم المقاهي في عمان. يعني واجهتنا صعوبات كثيرة. امتدت المدينة فوصلت إلى قرى ظل سكانها إلى سبعينات القرن الماضي يعتبرون سفرهم إلى العاصمة غربة، فانتقل عصب عمان التجاري إلى أحياء بعيدة عن وسط البلد. ومع التحولات النمطية العميقة وانتشار المقاهي الحديثة في أحياء المدينة القريبة والبعيدة على السواء، أمست اليوم مقاهي عمان التاريخية خاوية تناضل للصمود وسط منافسة شديدة. تراجع يعني الدور الثقافي أو الفكري في المقاهي الشعبية. الآن طبعاً تجد القلائل من المثقفين. المقاهي الشعبية، الشعبية اللي هو تراث الشعب، بتعطيك انطباع عن الشعب. احنا عندنا هون في غلب الطابع المادي على المقاهي بشكل عام، ف
فما عدت تعرف مقهى شعبي ولا مقهى تراثي، مقهى قديم، مقهى حديث. تحولت المقاهي وسط البلد إلى فوضى بصرية وضوضاء. أصبحت المقاهي بتلاقي إنسان عم بتابع لابتوب، إنسان عم بتابع مباريات، إنسان عم بتابع تلفونه. فقدنا حالة التأمل وبالتالي فقدنا حالة الإبداع. ذاكرة المدينة هي جزء مهم للانتماء ومنها المقاهي. إذا إحنا أفقدنا ذاكرة المدينة أسقطناها، أسقطنا الانتماء عند الناس. مقاهي عمان الشعبية ما زالت تقبض على جمر ذاكرتها. روادها يشعرون أن المدينة تلفظهم وتهيئ مقاهيهم التاريخية وحيواتهم الجميلة للتحول إلى نسي منسي حينما تنقض معاول الحداثة ومحترفو صناعة التعتيق المزيف على ذاكرة المدينة وروحها.